وينضم إلينا من أبو ظبي عبد الله الرشيد مدير تحرير صحيفة جلف نيوز الإماراتية بعد التحية. بعد مرور أكثر من شهرين على قرارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة قطر طبعا لتورطها في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، بدا لنا أن هناك العديد من الجبهات الشرعية التي كانت قطر تحاول جاهدة لإسقاطها حققت انتصارات كبيرة. ما تعليقك على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه من الواضح أن هناك تأثير للمقاطعة في خلال الشهرين وسوى تقريبا أو أكثر من شهرين. نعم. في كذا موقع في الوطن العربي، منها في اليمن يعني حقيقة جبهة صرباح بمحافظة مأرب، في ليبيا أيضا هناك انتصارات للشرعية القوات الشرعية على الجماعات الإرهابية تحديدا في طرابلس، في سوريا أيضا هناك تهدئة في عدة جبهات. من الواضح أن صنبور الدعم أو الأموال التي كانت تتسرب من قطر إلى الجماعات سواء الحوثيين أو الجماعات الإرهابية في ليبيا أو سوريا تأثرت بالمقاطعة. وأنا ما أعتقد أن هذا موقف قطري، أعتقد أن هذا ناتج من ضعف في يعني تأثير الاقتصاد القطري بالمقاطعة، مش ناتج من قرار قطري ب يعني تحديد حجم التمويل لهذه الجماعات، لا هو ناتج من ان المقاطعه اثرت على الوضع العام في قطر وخاصه الوضع الاقتصادي، وبالتالي تاثر الدعم المالي الذي كان يتوجه الى هذه الجماعات. يعني في اليمن هناك قوات التحالف حققت انجازات كبيره في محافظه مأرب وخاصه جبهه صرواح، في ليبيا كذلك، وهناك أنباء أيضا أن في سوريا بعض الجماعات أيضا بدأت تتأثر نتيجة لتأثير التمويل القطري سلبا عليها. إذن قرارات المقاطعة تسببت كما ذكرت في ارتباك النظام القطري وتعطيله عن دعم لتلك التنظيمات، لكن لا تزال الدوحة تمارس سياسة الكذب وتزييف الحقائق تجاه الدول التي تستهدفها، ألا تعتقد أن ذلك هو هروب من مواجهة الحقائق؟ نعم، الوزير الإعلام شؤون الإعلام البحريني الأستاذ علي رميحي أوضح عدة نقاط أمس، يعني من بين النقاط أن استمرار يعني لجوء قناة الجزيرة واعتماد نظام القطر على قناة الجزيرة في ترويج الأكاذيب. نعم. يعني قناة الجزيرة عندما فشلت في الترويج لمسألة الإساءة السعودية في موضوع الحج لجأت إلى الكذب في ما يحدث في منطقة العوامية على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، يعني عشان تلفت الأنظار. منطقة العوامية معروفة في السعودية في من زمن، يعني الإخوان في البحرين يعرفون أن هناك إرهابيين بحرينيين منهم حسن محمود العبد الله وإخوانه وفاضل الحمادة وجعفر بيريك، وهذول كلهم إرهابيين مطلوبين في البحرين لجأوا إلى منطقة العوامية، ومنطقة العوامية كانت قبل أن تداهمها قوات الأمن السعودية كان يوميا نسمع تقريبا عن استشهاد شرطي أو عسكري سعودي، لأن هناك في أسلحة ثقيلة، يعني مش أسلحة خفيفة، أسلحة ثقيلة، جماعات إرهابية تتعاون أو تتعامل مع حزب الله سواء حزب الله اللبناني أو حزب الله الخليج المحظور أو نعم. الجماعات الإرهابية التي تدعمها إيران وما يسمى بالحرس الثوري كانت تتخذ منطقة العوامية مرتعا لها. يعني هل يعقل أن دولة ذات سيادة تترك منطقة فيها أسلحة مهربة من دول معادية وتترك الإرهابيين هكذا؟ لا يمكن. من يرى أو من يشاهد فبركات قناة الجزيرة على منطقة العوامية أعتقد أن هذه قناة إيرانية أو قناة معادية للمملكة العربية السعودية، ولا يظن أن أو لا يمكن أن يخطر على باله أن هذه قناة دولة عضو في مجلس التعاون. يعني الوزير الإعلام البحريني كشف أمس حقيقة نقاط كثيرة عن فبركات الجزيرة. يعني أحد الأمثلة أنه لما كان المؤتمر القمة في البحرين وزير خارجية قطر اتصل بوزير خارجية البحرين لكي يتوسط للسماح لقطر بتغطية القمة. نعم. طيب أنتم يا قطريين تقولون أن كنظام قطري أنه القناة الجزيرة قناة مستقلة، طيب كيف قناة مستقلة وفي نفس الوقت وزير خارجية يتدخل
عند وزير خارجية البحرين لكن للسماح لها بالتغطية. إذا كانت قناة مستقلة كان المفروض أن الحكومة تقول لهذه القناة والله أنتم قناة مستقلة وتصرفوا مثل ما تريدون، ولكنها ليست مستقلة وليست رأي ولا الرأي الآخر، هي قناة مبرمجة عندها أيديولوجية عندها منهجية في ممارسة الكذب، وهي قناة قطرية وليست مستقلة كما كشف وزير الإعلام البحريني بالأمس نقاط كثير وضعت العرف. يعني من بين الأشياء اللي كشفها مع الوزير أن 60% من البرامج والأخبار في قناة كانت موجهة إلى المملكة السعودية خلال شهر 7. نعم ليش؟ لأن يعني إذن هناك تعمد، من الواضح أن هناك تعمد وهناك منهجية للإساءة لدول مجلس التعاون بممارسة الكذب. ومثل ما قال مع الوزير أن هم قالوا أن والله الجزيرة تبلور لشرق أوسط جديدة، يعني كانها دولة داخل دولة. نعم، من أبو ظبي عبد الله الرشيد مدير تحرير صحيفة جلف نيوز الإماراتية، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.